ومرحبا، رجعنا لكم من جديد بفلوق جديد. طبعا معكم حليمة الياس من قناة حليمة الياس. حاليا أنا في سدر، طبعا هذا سدر تمام، وإحنا اليوم الفلوق عبارة عن التحدي 100 ريال سعودي في باكستان كم يكون، وإيش راح نقدر نسوي بهذه 100 يوم كامل أنا وأختي عيوش. حيكون ب40 روبية، راح نشتري ب40 روبية. طبعاً اشتريت حبتين تمام، وبقى من 100 30 ل40 روبية. اشتريت حبتين لي والأختي طبعاً وبس. والله الحين حنشوف كم إيش حنقدر نسوي ب100 ريال سعودي في باكستان. خلاص نزلنا دحين طبعا راح نروح السوق تمام، راح نشوف ايش حناكل. طبعا الفلوق هذا يكون عبارة عن يعني ما حيكون حق اماكن فخمة ومطاعم فخمة كالعادة زي ما اروح انا، لا يكون على المطاعم عادية، اكلات شوارع زي كذا، على اساس الفلوس تكفي، لأن الفلوس 4700 روبية تمام، في باكستاني 100 ريال يعني 4700 روبية. ف يعني نبغى نشتري أشياء، أي شيء أي شيء يخطر في بالي راح أشتري. دحين أنا ماني محددة إيش أبغى آخذ وإيش راح أسوي بالضبط تمام، لكن حأصور لكم أكلات شوارع، أشياء تعجبكم عشان شو اسمه أكمل الفلوق. هذا ب30 روبية، هذا البينتس ب30 روبية، فأختي تحبه. خذي عيوش جيب بالعافية. إيش قلت يا مانا؟ إيش؟ شكراً. شوفوا كمية الدباب في باكستان، هذا ولا شيء، هذا اللي قدامكم ولا شيء، حقيقي ولا شيء، يعني بالهبل بالهبل. الناس هنا يستخدموا الدباب لأنه في راولبندي أصلا يكون زحمة مرة، ف عشان كذا. طبعا إحنا في سوق، هذا كله سوق تمام، إحنا رايحين مكان الأكل وزي كذا عشان أشوف إيش راح ناكل. شوفوا كلهم كذا حاطين في الأسواق الستايل الشعبي مرة القديم. شايفين المرفات اللي أكلناه؟ رخيص ترى، مو غالي، 500 روبية. هذا حق الاطفال، شفته؟ هذا ملابس الناس اللي صراحة يعني العاديين، يعني هذا شو اسمه. شوف كل مكان محط اشياء الاكل، كلهم ياكل. هذا العصير في شو اسمه، هذا اللي يكون بالليمون، ايوه اشهر صورة. عصير في باكستان ب50 روبية. انكل اسكي برايس كي ها 50، هذا ب50 روبية، يحط فيه كذا مسالة وليمون. شوفوا ليمونين دحين يسوي اشراف الناس هناك ياكلوا. لا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي. ايوه اوه ماي جاد، ده شكرا علمتيني يمين بالله، ده انا شفت فلوجك. ايوه بس كده تقول يا اسكو كيكتي براف لي دالينج انكل ها ثوري سي اور دالينج بس واحد. ايوه
انت مره عطشانه اسوي اثنين؟ انا عطشانه. يسوي اثنين اجل؟ خلاص انا اشرب جغمه جغمتين. مره بارد ويبرد. بارد مرة؟ أيوة. بس حلو الوضع صار حر عندنا صح؟ مرة يامي. يلا يلا نقدم. شوف الطرح، اشتري لي طرحة جايز. بالذات جاء في شو اسمه مسلسل باريزاد، هذا الساعة اي احد يشوف المسلسل حيعرف من هذا الساعة انه انا فين حاليا واقفة. يك 2 كيلو ايه؟ 300 كيلو، 300 روبية. تمام عمتي. بشتري هذا الكاب لي اشوف. كوي اور كلر كا هي بليز. ايش؟ اطلع. ها هي اچھا کلر لگ رہا ہے. پہننا. شوفوا هذا. هذا اللون مرة يجنن صراحة. انا فكرت راح اشتري لي عشان لما اذا رحت المري راح البس بنفس هذه الطريقة الطرحة وعليه كاب. ايش رايكم؟ طبعا دحين ماني عارف اي واحد يشتري، بس انا عجبني هذا اللون مرة البينك. وهذا على احمر شاي. خلاص بشتري هذا وبشوف ان شاء الله يعجبني وبس والله. كاب كام؟ الكاب لين دحين كم راح؟ اي فلوس انا؟ ريال 450. اوكي خلاص هذا اخذناه ب 450. طبعا نشوف الاسواق كيف لبكها. طبعا هذه الاسواق الشعبيه، طبعا اكيد شايفينها نفس هذه شو اسمه الاسواق موجوده في كل مكان زي هذه الاسواق. وشيء ثاني ايش كنت بقول؟ ايوه في هذه الاسواق يكون في ماركات، تكون في اشياء عاديه، تكون في اشياء رخيصه مره، كل شيء. اسكيوز مي جو بارك هي يہاں پر وہ کہاں پر ہے بارك 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 اگے ٹھیک ہے تھینک یو. هذا الاكلات عندهم سوي الزنجر كيف يسووه يام. عندهم كشميري شاي، الشاي اللي يكون في البرد ايام البرد اللون والبينك. ايوه طلبنا تشيز براتا اثنين انا واختي. اضرب. شوفوا اذا قاعدين يسووا العيش. طلبنا واحد شو بكم كان؟ تشيز براتا واحد كان ب 250. ايوه طلبنا اثنين تشيز براتا واحد زي ما قلت لكم كان ب 650 كان. يعني هذا الشيئين جات ب 650، كم بقي لنا عيوش من الفلوس؟ الحين نروح نشوف كم بقي. راح نسوي هذا الاكل. دوبهم بدأوا اتوقع. حلو بارد صح. نفسه اللي يطيروا الحمام العصافير قصدي. ايه كتنه كاي؟ 120 كاي. 12 درجه. 120 كاي. جيت اخذ من هنا اثنين سمبوسه واثنين رول، طبعا ب 30 روبيه. يعني حاخذ اثنين ب 60 واثنين ب 60، فهمتوا؟ اوه بس والله. اثنين قاعد اخذ؟ ايوه اثنين اثنين. طبعا راح اقول لكم انه كم بقى الفلوس. احنا كان عندنا كم عيوش؟
4700 باقي 1000 2000 3 600 700 800 طبعا باقي لي 3800 روبية. كم راح انتوا حتعرفوا؟ هذا اشهر الورقة في باكستان هو ايه؟ هذا بال شفت شايفين هذا الكباب؟ هذا بال الكباب بال شو اسمه؟ البطاطس المسلوق وبيض وكاتشب وهالاشياء زي كذا في الصامولي. اشهر برجر باكستان هذا البرجر طبعا. يعني مو هذا مو اشهر مكان لا، لكن البرجر هذا اشهر برجر والناس تموت فيه. انا مره ما احب صراحه، لكن الناس مره تعشقه، فقلت خلاص خلينا نجرب دام انه قاعد اجرب اشياء مختلفه فراح اجرب. كيف برايز اسكي بهي؟ 120. طبعا اغرب برجر راح اكله في حياتي، يعني بكل هذا البهارات، عمري ما اكلت بيض مع هذه البهارات طبعا، لكن يلا نجرب. طبعا راح اطلع 120 راح يكون حيرجع لي الباقي 70 روبية. ايوه مو 70 مي بليت مدال، ها مو 70 طبعا 88 بس هذا البرجر جاهز شايفين؟ ايوه تمام. قاعدين يسووه نفس البرجر، شوف هنا ظل مقفلين لسه، يعني انا قلت لك لسه ما بدأوا كلهم يطبخوا زي كذا. اوكي انكل يا كتنه كاي؟ ها؟ عيوش ديك سوى شيكون؟ 150. اوكي يا ديد انكل هذا اخذ منه درزن ايه؟ جي جي. فراح انا عن نفسي ابغى اوزعه للناس كذا اللي يطلبوا هنا، فالافضل ان الانسان يشيل شيء مفيد ويعطيه للناس بدل ما يعطي فلوسه ما ادري ايش. الحين راح اشتري ب 150 هذا شو اسمه الموز عشان بعطيه للناس. يلا انكل ها هو خلاص الحين بنخش ال شو اسمه اللهم صل على النبي، بنخش الحديقه وراح نشوف ايش جبنا وايش حناكل. بس والله اتمنى الفراكه ما يكون في الحديقه، في وسط السوق في حديقه. الحين راح نشوف في كرسي فاضي عشان نروح ناكل هناك. طبعا الحين بطلع الاكل، مره جعانه موت، مره جعانه. طيب يام اوكي هذا طبعا هذا اللي شريته، هذا للناس هنا. ايش فيه؟ ايوه صح يامي. اوه مع هذاك العيش اي لاف ات، انا دائما احب هذه الاشياء بس انا ما احب اكل من هذه الاماكن. طبعا هذا سلطه معاه. اوكي طبعا عيوش بتذوب اللي كان بالبيض. كيف عيوش؟ حلو بالامانه مره حلو. اذوق هاتي طبعا انا بذوق اشوف ايش طعمه.
والله طعم. هاي ايش كيف امي دحين؟ تعال نظفيه. ما جبنا من هذه اصلا. مره عجبني اشوف واحده جالسه هنا، الله يعيني منها دحين كيف تطالع علي. بعطيها ذا بقول لها روحي يلو اوراب جاميانس. مره ما احب صراحه، مره ما احب هذا الشيء. اي مكان اروح كذا القى ناس يجون قدامي يبغونه ما ادري ايه، خلاص من فين كيف اكل انا طيب؟ هاو. طبعا نشوف البرجر. نسينا كل زق، انت كله غلطتك، امسكتك. هو اعطاني. طبعا الحين بذوق سمبوسه، بذوق ايش طعمه. صراحة لو كان حار كان أطعم. أنا صراحة لهذاك ما عجبني كثير، السمبوسة. سمبوسة ما عجبني. طبعا راح أذوق دحين هذا. طعم صح؟ والله مديف عجبني، يومي. او ماي جاد اوفر. مين؟ ها؟ مين ديسكاستينج؟ ولا شيء. قولي. ولا شيء. قولي. بس بارتي تھی میں مجھے کچھ یاد آیا تھا نا، ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہتے ہیں جب میں نا بی ٹی ایس کو دیکھتا تو کہتے او سو کیوٹ، اور جب میں کسی اور مرد کو دیکھتا کہتے ڈسکسٹنگ. می ٹو، میں سب کو دیکھ کے ڈسکسٹنگ ہی کہتی ہوں. دحین کم عندنا فلوس احنا؟ 3500. بقي لنا 3500. طبعا صرفنا 1200 1200. اشترينا كاب، اشترينا ذاك شو اسمه، اشترينا سمبوسة ورول، اشترينا الفطيرة والهذاك، واشترينا الموز. تمام. واشترينا ايش كمان عيوش؟ بينات. ايوه بينات وحق الريحة والجية. لين ذحين بس يعني اكلنا خلاص، شبعنا مرة. لين ذحين بس صرفنا 1200 روبية بس فقط، واحنا جينا كمان بنفس الفلوس وكل شيء. يعني شيء حلو مرة، مرة شيء حلو. صح ولا غلط عيوش؟ ويلا خلاص حنكمل الفلوق ونشوف ايش حنسوي بثلاثة الاف. مرة كثير بالنسبة للتحدي، 3500 مرة كثير. وبس والله انا جيت في هذا المكان عشان هذا المكان اللي حيناسب هذا الفلوس. لو رحت في مكان ثاني اللي دائما اروح له كمولات او محلات ثانية كان هذا الفلوس ولا شيء قدام. الجو يجنن مرة، المطر جاهز على وجهنا، مرة يخبل الجو صراحة. فخلاص احنا رايحين يلا شو اسمه حوريكم ايش حنقدر نسوي بالفلوس اللي بقيت عندنا حاليا. تخيلوا نسينا هناك الفطيرة وجينا بدون فطيرة، فرايحين دحين ناخذ الفطيرة. دفعنا كل شيء بس انه نسينا. اقول لكم الجو ترى مرة خيالي، قاعد يجي هواء مرة قوي، مرة قوي هوا كذا، أحس فيه حيبدأ الريح ولا الرياح ما أدري وشو. نتضارب على شو اسمه أكلنا، ليه ما أعطونا؟ بتضارب معاهم. اپنے کیس پکڑا ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ اس میں پراٹھا نہیں ہے.